أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندما ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي في عمرة الحديبية، فهل فعله هذا على سبيل الاستحباب فيجوز فعله، أم أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام؟ ما هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. الهدي مستحب أن يسوقه الإنسان من بلده أو من أي مكان، من داخل الحرم أو خارج الحرم، هذا السنة، سنة باقية. ومنه شيء واجب وهو هدي التمتع والقران، والهدي هدي الجبران، هذا واجب. أما ما زاد عن هدي التمتع والقران والجبران فهو سنة وباقية، وسوقه أفضل. نعم.